اشترك في قناة صديقي ألعاب بليز. بليز، ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وجرس الإشعارات. تصرفات الأب لما نقول لك ريت حار حبيبي واحتفظ بالباقي. تصرفات الأم لما أقول لك أريد حاجة، إني روح جيب لي أغراض، هاك 25 وروح جيب لي أغراض من السوق، بس لا تأخذ الباقي. لا ليش ما أخذه؟ تصرفات الأم والأب إذا قالوا لك تعال العب وياهم. هلا وشلونك؟ ممكن الرقم؟ طيني شنو انت شبح؟ الله عليك بس قولي لي يما. استغفر الله، شنو هالجن؟ طلع هذا الجن؟ الله رحمك الذاكر. لو بتشاهد على هذا الفيديو وغير مشترك في القناة انزل اشترك الان وفعل زر الجرس واكتب في كومنت او التعليقات حتى تطلع معنا في الفيديو القادم. سلام يا شاطرين الباليزيين.